أحسن الله إليكم شيخ صالح. تقول السائلة أيضا من الأردن: من هم الذين يعطون من الزكاة من أهلي وأقاربي مأجورين؟ الذين لا ترثينهم بفرض ولا تعصيب، إذا كنت محجوبة من الإرث منهم وهم فقراء فأعطيهم الزكاة بهذين الشرطين، أن يكونوا فقراء مستحقين، والشرط الثاني أن تكوني محجوبة عن الإرث منهم. نعم.